أنا لما قلت يا رب يا رب هديت وهدي بالي، أنا اتكلت عليك في كل أحوالي. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. التعامل بحذر مع كل الناس أصبح علم وفن، أبسط قواعده إننا نفترض الأسوأ إلى أن يثبت العكس. في ناس مهما عملت معاها عمرها ما تثق، حتى لو مرة لاقتهم قرن. يا ترى ده من الذكاء والحذر ولا ده يعتبر من سوء الظن؟ وإيه حقيقة إن سوء الظن من حسن الفطن؟ وإنذار جرس مع كل خيبة أمل بيرن. إمتى يكون الحذر من الذكاء وإمتى يكون سوء ظن عادة وطبع سيء مرفوض؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك، وكل عام وحضرتك بألف خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات، وكل عام وحضرتك وأولادك وجميع المشاهدين بخير وسعادة وطاعة للرحمن. حديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، إياكم والظن. نعم، بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الحديث اللي معانا النهاردة يا أستاذة لمياء من الأحاديث الجامعة المانعة، الأحاديث العمدة في التعامل مع الناس، حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا فيه إزاي نتعامل مع الناس قلبيا وقوليا وبدنيا. إزاي أتعامل مع أخي؟ إزاي أتعامل مع اللي بيني وبينه مشكلة؟ كيف يكون؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بينهانا عن ستة أشياء ويأمرنا بشيء، الشيء يعالج الستة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والسلام. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أدي واحد. اثنين، ولا تحسسوا. ثلاثة، ولا تجسسوا. أربعة، ولا تحاسدوا. خمسة، ولا تدابروا. ستة، ولا تباغضوا. المطلوب كونوا عباد الله إخوانا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إياكم والسلام. لما أقول إياك يبقى أنا بحذرك تحذير، بالضبط، وتحذير من شيء عاقبته وخيمة، خطر، بالضبط. زي ما بقول لابني كده، إياك والإهمال في المذاكرة، إياك والفشل، إياك والنار، إياك والكهرباء، النتيجة اوعى تلعب في مفاتيح الكهرباء. تمام، فأنا بحذره لأنه النتيجة إيه؟ وحشة جدا وسيئة جدا، لأن أنا خايف عليه. فلما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ما تعملوا كذا، يبقى دي نقطة مهمة جدا. إنما ربنا يغفر لنا وإياكم، يعني وأنتم. فإياكم هنا أدوات تحذير، وقد تكون إياكم بمعنى أنتم. تمام؟ فإياكم هنا تحذير، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من إيه؟ إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. يعني لما هتمشي ورا ظنونك هتكذب، لأنه مش كل ظنونك صح. والظن يا فندم غير الشك. الظن اللي هو التردد بين أمرين مع ترجيح أحدهما على الآخر. إنما الشك التردد بين أمرين مع استواء الطرفين، أنا شاك ده صح ولا غلط. ده تمام. فالظن فيه ترجيح، يعني أميل إلى شيء. طيب اديني مثال كده فضيلة الشيخ للظن. حاضر، عايزة ظن حلو ولا ظن وحش؟ الاثنين بقى. حاضر. الظن له معاني كتير جدا عشان نبقى فاهمين المسألة. الظن السيء، حد جاي بيقول لي أنا بحبك قوي، ده هو بيقول لي كده علشان له مصلحة عندي، ده ظن سيء. تمام جدا. ممكن يبقى ظن فيه مرح، يعني بنتك جاية تبوس ايدك وتبوس دماغك، لا انت عايزة ايه مني؟ ده ظن. بالظبط، الظن حلو. انت شكلك بتاع مصلحة عايزة حاجة، ده ظن. تمام، لكن ممكن يبقى الظن مأمور به، لأنه الظن أنواع، ظن مأمور به وظن محذور وظن ممنوع. الظن المأمور به الظن بمعنى اليقين، حسن الظن بالله. قال الله عز وجل:
فما ظنكم برب العالمين؟ والظن هنا بمعنى اليقين. فما ظنكم برب العالمين؟ يعني ما يقينكم بالله عز وجل؟ يقينك بربنا إيه؟ يقينك بربنا إن ربنا هيسترك والله هتتستر. يقينك بربنا إنه هينصرك والله هينصرك. صحيح. يقينك بربنا إن ربنا سبحانه وتعالى هيغنيك وما يحوجكش لحد، والله هيغنيك وما يحوجكش لحد. حسن ظن بالله. نعم. يغير في القدر حاجة؟ يغير طبعا، يغير ونص، يغير وثلاث ارباع، يغير يعني قولي مليون في المية. أمال مين اللي هيغير؟ ما هو ربنا. بس أنت قلبك إيه؟ هي القضية كده. ما هو حسن الظن ده واليقين شغل القلب. شوف الآية الجميلة، لقد رضي 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 الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ما قالش فعلم أعمالهم، فعلم ما في قلوبهم من حسن الظن بالله، فعلم ما في قلوبهم من اليقين بالله، فعلم ما في قلوبهم من بيع أنفسهم لله، فعلم ما في قلوبهم من حبهم لله ولرسوله. عظمة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثلاث كلمات، رضي، أنزل السكينة، أثابهم، بسبب يقينهم بالله رب العالمين. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول تالله، يعني والله، ما ظن أحد بالله شيئا إلا أعطاه الله ما ظن. هنا يعني اليقين. وأنا يا رب، هو يقول كده، وأنا يا ربي ظني بك سترا ونصرا وتوفيقا. وأنا بقول ورا سيدنا عبد الله بن مسعود، وأنا ظني بك يا ربي سترا ونصرا وتوفيقا. وحضرك قولي وأنا ظني بك يا رب سترا ونصرا وتوفيقا. المشاهد يقول وأنا ظني بك يا رب سترا ونصرا وتوفيقا. هتستروا، تنصروا، توفقوا. الله. أدي معنى الظن الحلو، معنى الظن المأمور به، معنى الظن الجميل. ممكن يبقى في ظن وحش. تمام. اللي هو أنا ببني أموري كلها على سوء الظن بالناس. زي ناس كده بيربوا ولادهم كل الناس وحشة، كل الناس بتاع مصلحة. خلي بالكم ما تصدقوش حد، ما فيش حد بيعمل حاجة لله. كل الناس بتعمل الحاجات دي عشان مصلحتها. بالضبط. وده كلام، ده كلام ده ما ينفعش أصلا. الناس فيها وفيها، فيه الحلو فيه الوحش، فيه الصادق فيه الكذاب. كل في الناس خطأ، يعني الكلية في الناس خطأ، التعميم في الناس صفة الجهلاء. يعني لما أقول حضرتك أنا هقول لك كل، وكل كل هقولها لك هتقولي غلط. كل الناس حلوة صح ولا غلط؟ طب كل الناس وحشة صح ولا غلط؟ غلط. كل الناس أتقياء لله؟ غلط. كل الناس عباد لله؟ غلط. كل الناس مشركين بالله؟ غلط. فكل كل فيما يخص الناس غلط. القرآن لم يقبل حتى التعميم مع الحجارة. ثم مفيش حاجة ثابتة يا فندم. كل الحجارة حلوة، سيبك من الناس. كل الحجارة حلوة؟ لا طبعا. ليه؟ لأن في حجارة طفلة تضر الناس. طب كل الحجارة وحشة؟ لا طبعا. طب ما في حجارة جرانيت زي الإزاز حاجة كده فخمة وجميلة جدا، ومن الحجارة مش عارف اللؤلؤ والياقوت والمرجع حاجة كده. طب ازاي؟ زي كل الناس كدابة، كل الناس ظلمة، كل الناس زي ما حضرتك قلت كويسين، كل الناس وحشين. حتى البيئة يا هاني ما فيهاش كل. كل الشجر حلو؟ غلط. كل الشجر مثمر؟ غلط. كل الشجر وحش؟ غلط. كل البيئة حلوة؟ غلط. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فك الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة. يقول لك إيه أباء؟ لا تعمم، ما تعممش. مش كل الحجارة، في حجارة وحشة وحجارة حلوة. فكذلك مع الناس، ما تربيش ولادك على إن كل الناس وحشة وعلى سوء الظن بالناس وعلى سوء الظن مع الناس. لا خالص، الناس فيها وفيها، لكن ممكن نربي ولادنا على الحذر. طيب. ناخد التليفون ونكمل. مو فريدة؟ ألو. طب حاولي تكلمينا مرة تانية. نربي ولادنا على الحذر. تمام. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. خليك حذر، خليك ناصح، خليك ذكي، خلي عينيك في وسط راسك. يبقى إذن عرفنا إياكم والظن، فيه ظن حسن وظن سيء. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. يعني دايما تعامل مع أمر أخيك على الظن الحسن، ظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. تعامل مع الناس بحسن ظن، تعامل مع الناس بثقة وانت حذر. مش معناها انك تكشف
أخطائك ونقاط ضعفك للناس. لا، ده كان ابن الجوزي كان يقول لا تتحدث عن ذهبك وذهابك ومذهبك. كان ابن الجوزي يقول كده، لا تتحدث، ده من الحذر، ما تتكلمش عن ذهبك. دي جملة مهمة جدا والله، عايزين نكتبها. الإمام ابن الجوزي كان يقول كده، لا تتكلم عن ذهبك وذهابك ومذهبك. ما تتكلمش مع الناس عن ذهبك يعني أموالك وفلوسك، لا، عشان ما يحسدوكش. اتنين، ولا تتكلم مع الناس عن ذهابك يعني مشاريعك المستقبلية، تيجي مخبوط عين شكرا. ومذهبك يعني شخصيتك، بتعش كل شوية تقول لي أنا وعملت وسويت، وتتكلم عن نقاط ضعفك. بالظبط، هما التلات كلمات دول مهمين جدا. لا تتكلم مع الناس عن ذهبك وذهابك ومذهبك، وتعامل مع الناس بحب وحسن ظن ولكن مشوب بحذر. ونروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. ناخد أم ندى. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. الحمد لله بخير. من بدري، ربنا يعلم. ربنا يخليك يا رب، نورتينا. الله يبارك فيكي. الله يخليك يا رب. تفضلي. ازيك يا شيخ رمضان؟ الله يسلم سعادتك، اهلا وسهلا. الله يخليك. انا يعني ربنا يعلم انا بحبك في الله جدا يا شيخ رمضان، ودايما بسمع لك باستمرار. ربنا يعلم، ربنا يرضيك ويكبر خاطرك. اللهم امين، اللهم امين. معلش يا شيخ رمضان، انا عاوزك تفتح لي يعني، معلش تكون ساعة صدرك معايا يعني. حاضر. كبيرة. اتفضلي يا منى. انا متزوجة بقالي 14 سنة، معي ابني مريض متقاعد، وزوجي من حوالي 8 سنين ارتبط بواحدة أجنبية. هي ست كبيرة يعني في السن، بس مش أكبر منه كتير يعني تجوز لي. كان إيه؟ التجوز لي يعني مناسبة لي. تمام. هو عايش برا يعني؟ هو بيروح ويجي ويروح ويجي. بس من أول ما اتجوزنا ما كانش كده يعني، لما خدني ما كانش ما قاليش ده يعني، ما قاليش ان انا مثلا هروح برا وهرتبط بحد وكده، لا بالعكس. هو اتجوزها بعدك؟ اه. تمام. اتجوزها ليه؟ من 8 سنين. ليه اتجوزها؟ ابني حصلت معاه ظروف مرضه، وحصل بينا نفور يعني، عشان اكون صادقه يعني، عشان اللي ليا واللي عليا. حصل ما بيننا نفور لمدة سنة أو. منك أنت السبب؟ أنا كنت بتعب على ابني يعني، كنت مش عارفة طبعا عنده إيه، فكنت بتعب على ابني، وكنت بعيط، كنت بتبل بمعنى أصح. المهم هو يعني لما ارتبط بالست دي، أنا حاولت كتير إن أنا أصلح، حاولت كتير بالعنف مش نافع، بالتكيت وتعبت وحنيت عليه وحاجات كتير يعني. أنت عرفتي إزاي هو اللي قالك؟ ولا أنت اكتشفتي؟ عرفته طبعا من رسائل يعني. تمام. رسائل تكتير. تمام. عرفت. كان يعني في الأول كان بينكر، بس بعد كده يعني اعترف كلي يعني. حاليا يا شيخ رمضان انا عباره عن آلة يعني انا في البيت آلة، بس مجرد ان انا عايشه مع ابني وبراعي ابني، بعمل كل حاجه بنفسي. هو بيجيب فلوس ويمشي. هو حضرتك عندك الابن ده بس؟ كان في ندى بس يعني توفاها الله. هو بينزل اجازات من شغله كتير؟ هو يا شيخ رمضان بيكون شغال طول موسم الشتاء طبعا بطبيعه شغله.
بيجي عنده الصيف بيمشي فرنسا، بيروح معاها فرنسا. معاملته معاكي عاملة ايه؟ معاملته معايا يعني، والده قبل ما يتوفى كان بيعامل والده بشكل مش كويس على الأقل. بتكلم على سعادتك يا فندم. لا ما أنا جاية لك في الكلام. هو يعني والدته، هو والده كان بيعامل والدته بشكل وحش، فهو كان بيزعل عليها، فكان لما والده بيجي عندنا كان مثلا يكشر فيه، يعامل بشكل مش كويس. بيديله فلوس كل حاجة، بس معلش يا شيخ رمضان، أنا عايز أعرف الإحسان والتقوى هل بالفلوس بس ولا بالمعاملة الحلوة والكلمة طيب الحلوة؟ وحضرتك بتعملي ايه؟ هو بتعمليه حاليا ازاي؟ هو شيخ رمضان سألك سؤال، هو معاملته معاكي ايه؟ فانت ذكرتي موضوع والده، ايه علاقة معاملته هو بيقلد والده غالبا هي بتوصف اللي كان بيعامله مع والده، اصبحت انا في نفس المعاملة، بيعاملك زي ما بيعامل والده؟ بالضبط بالضبط. زي ما والده بيعامل امه هو بيعامل، لا ده هو زعلان على امه، ان والده بيعامل امه بطريقه مش كويسه، وبعدين فبالتالي رد فعله في التعامل مع والده مش حلو عشان زعلان منه. طب وانت ايه علاقتك؟ يعني هو بيعامل والده مش كويس عشان خاطر والده بيعامل والدته وحش، انت انا بقى حاليا ايه؟ لما بشوف معاملته معايا انا بترحم على والده، يعني بقول ازاي كان بيستحمل كده، وازاي انا طبعا كبرت، يعني كبرت ايوه. وعرفت. هو بيعاملك وحش ليه؟ عشان الزوجة التانية؟ هو بيعاملني وحش، اللي هو خلاص يعني، اللي هي بتربي الولد وتعيش كده. شوف يا شيخ رمضان، انا عايزة اتقي الله في كل الاحوال. انا رحت العمرة، ومن لما رحت العمرة أنا نظرتي للحياة طيب اتغيرت. هستأذن حضرتك، من فضلك حددي سؤالك علشان وقت البرنامج بس ونعرف نجاوبك إن شاء الله ونفيدك. تمام. السؤال إيه؟ السؤال، هل المعاملة اللي هو بيعملها لي دي ترضي الله؟ يعني إن هو رقم واحد، هل هو بيشتم حضرتك؟ كتير. لا حصل كتير ده، بيضرب حضرتك؟ استعين مرس حصل. رفع ايده عليك. طيب انت بتتعاملي معاه ازاي؟ كنت بمشي البيت عشان خاطر خلاص ان انا اعيش. ودلوقتي حاليا بتردي أنا عليه؟ اسالك سؤال، اتفضلي. انت عايزه تتطلقي؟ بالضبط. انا يا شيخ رمضان يعني ما اتخذش القرار ده ما بين يوم وليله. انت خايفه تضعفي وتغضبي ربنا فيه؟ بالضبط. انا عايشه لوحدي، انا يا شيخ رمضان عايشه لوحدي، لوحدي تماما تماما. يعني لولا ان انا يعني عارفه ربنا كويس، عارفه ديني كويس، الحمد لله الحمد لله، انا بنت ناس برضو. فمعلش يعني انا كنت عايشه في وحده غريبه، يعني انا ما اعرف تمام يعني يا فندم. وصل سؤال ونجاوب حضرتك ان شاء الله. حاضر. سؤالها واضح طبعا. هو بص حضرتك، بس احنا بنحب نسأل كتير عشان ما نظلمش، احنا بنحضر الغائب، يعني ده دايما حضرتك وانا دايما بنحضر الغائب، لان احنا بنسمع من طرف واحد طبعا، لا نفترض في الطرف اللي بيتكلم الكذب لا خالص، لكن احنا دايما عندنا حق ان الغائب محتاج انه يتسمع منه، لانه خلي بال حضرتك كل واحد فينا له وجهة نظر، وكل واحد فينا بيرى الامور بنضارته وبثقافته وبنوعه، فرؤية الست للموضوع غير رؤية الرجل للموضوع طبعا، وممكن الرؤية تكون صح في الاثنين. يعني معاليكي انا لو كتبت رقم 7 بالعربي وحضرتك انا هشوفه كام وحضرتك هتشوفه رقم، هتشوفيه رقم 8 وانا شايفه كام 7 وحضرتك صح وانا صح. لو كتبت رقم 6 بالانجليزي انا شايفه 6 وحضرتك شايفاه 9، فرابح رابح زي ما قال كده ستيفن كوفي في كتاب العادات 7. فالشاهد من كلامي احنا لا نكذب المتصلة الكريمة، لكن دايما لابد من حضور الغائب عشان يتكلم عن نفسه. الخلاصة من الموضوع دايما بنقول رقم 1 يا جماعة، قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف،
قال الله عز وجل امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. رقم اثنين، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله، ولما قال كده ما قالش الراجل بس، الراجل والست. ما هو أصل هو مكشر، طب ما أنت مكشر. هو قال لفظ مش كويس، طب ما أنت رديتي عليه. احنا ليه دايما 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 برضه ايوه بالظبط ان الدية ما تنفعش. ست على راسنا وراس بلدنا تمام، لكن من غير الدية ما هو لازم يبقى فيه قائد للبيت. صحيح. لا انا هحط ايدي في وسطي وازاي، لا ما ينفعش خالص. ده لا يقلل من قيمة المرء خالص، انما لابد من قيادة في البيت، وقيادة بالحكمة والموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة والابتسامة الجميلة من الطرفين. اصله هو، طب وانت؟ اصله هي، طب وانت؟ فوق الله يرضى عني وعنكم. الطرفين راجل ولا ست محتاجين الحاجات العاطفية اللي هي ايه؟ التقدير والاعجاب والثقة والتقبل. اربع حاجات مهمين جدا، دي اسمها الحاجات العاطفية. راجل ولا ست محتاج ده؟ راجل ولا ست محتاج انه يقدر؟ راجل ولا ست محتاج انه يتقدر شغله ويتقدر تعبه، مش جاي من بره تعبان ومجهد تيجي مخبطاه بكلمه ملهاش لازمه او مقابلاها بطريقه مش كويسه، ازاي يعني؟ طب ما انت قفلت الدنيا، كارثه. او يراها بشكل مش كويس، طب تعبان، طب ما كل الرجاله تعبانه، ده انا بعمل ما كل الرجاله بتعمل، ده كارثه طبعا. ده انا واقفه طول النهار في المطبخ ما كل الستات واقفه كده، غلط يا جماعه. والله العظيم ما هنشتري الكلمه الحلوه ولا هتكلفنا حاجه. والتقدير والاعجاب والتقبل والثقه. المهم الشاهد من كلامي انه هو تزوج وهي اعترفت انها كانت اهملت. طب اهملتي ليه؟ ابنك تعبان، ما هو ابنه برضه بالظبط. ابنك له حق وزوجك له حق يا جماعه، فوقه الله يرضى عني وعنكم. لانه في بعض السيدات على دماغي من فوق، بس مجرد ما خلفت رقم واحد عيالها. ايوه. اخلي بقى الراجل لو طلب شيء يبقى تقيل على الست، ولو عيلها طلب حاجه تطير في السماء السبع. اشمعنى؟ ما هو خلي باله، هو ما واخد باله دلوقتي، ودلوقتي موجود ممكن بعد كده ما يبقاش موجود. فانتبهوا لده. وعلى ما انت تفوقي وتبداي تلبي طلباته يكون هو مش عايز حاجه منك على فكره. بالظبط، يكون فات الاوان. طبعا. وبنتكلم في الخطا وبنتكلم في الوقت الضايع. فاحنا محتاجين نخلي بالنا من بعض، راجل ولا ست. طيب النقطه اللي بعد كده، هي بتقول انا وحيده. طب ما هو الوحده دي مش جديده عليكي. طب هو دايما كان شغله بره، ولا احنا تالمنا لما تزوج تاني؟ كونه تزوج لم يفعل حراما، انما كونه يخدع الزوجه لا يجوز، كونه يعاملها معامله وحشه لا يجوز، كونه يسيء اليها لا يجوز. طب الشاهد ايه؟ الخلاصه ولا حد في الدنيا هيقول لك اتطلقي، الطلاق ده قرارك وانت اللي تحمليه. طب انا عايزه اقول حاجه، هو انا ما رضيتش اسالها بس خلينا نحط الافتراضات كلها. لو فرضنا انه في حد دخل في الحكايه، راجل، كارثه ومصيبه وازمه. وللاسف الشديد لو راجل استغل وحده ست وبعد زوجها عنها وقعد يجمل في نفسه ويحل في نفسه ويسبسب لي في القصه وعينيه تخضر وبقه يصغر، والله العظيم ملعون. لان احنا عندنا ده، انا بقولها بتهريج لكن هو ده صحيح. الواحد بيبقى ما يعلم به الا ربنا، وعمال يكلمها ازاي ما عليكي وحضرتك وسيادتك وسعادتك، وعمال ايه يا ابني فوق الله يرضيك. هو مفيش سيادتك وحضرتك، وحضرتك ايه؟ عمال يحل بقى بموضوع في نفسه حضرتك ايه؟ وعينيه تبقى خضراء، كارثه. وشعره يبقى اصفر بالنهار بس، انما بالليل بيسود، ده ازمه. ده موجود، وما اكثر هؤلاء على الانترنت، وما اكثر هؤلاء على السوشيال ميديا. ويبقى معهوش شهاده اصلا، على دماغي من فوق. العلاقات الكاذبه طبعا يا فندم، اللي هي طبعا يعني هو الصوت ممكن يبقى مبهر بس الحقيقه تبقى مره. بالظبط يا فندم، ده عالم افتراضي. ده مش سوشيال ميديا، ده تقاطع ميديا، مش تواصل ميديا ابدا، مش تواصل اجتماعي، ده تقاطع. فبيبقى كذاب بيكذب، فانتبهوا لنفسكم. فهو لو فعل ذلك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خبب يعني افسد امراه على زوجها برئت منه ذمه الله. يعني اللي بيتواصل مع واحده ست ويعدها بالزواج، ان طلقت هي وهم برئت منهم ذمه الله. اطلقي لحالك، ثم اذا جاءك رجل على راسنا. لكن ما تطلقيش عشان حد. لا، ولو واحده ست ولا بنت تجملت
حتى افسدت بيت حد تاني برضو برئت منها ذمة الله. لازم يبقى فيه ضوابط. هو عايز يتجوز تاني وده شرع ربنا، لكن من غير لا خداع ولا غش ولا خيانة ولا كذب ولا سوء معاملة ولا هدم للبيت الاول. الكل له تقدير واحترام. واعتقد شيخ رمضان انه ما فيش علاقة حصلت بالشكل ده اللي هي زوجة اتطلقت عشان تتجوز واحد تاني او زوج والله ما بتدوم ما بتدوم والله ما بتدوم ولا بيبقى فيها سعادة. هي في الاول حبيت في الاول دول بس طبعا لانها بنيت على غضب الله، بنيت على غير رضا الله، بنيت على غش وخداع. هو بيبني بيت تاني بعد ما يهدم البيت الاول، هذا لا يجوز شرعا. لكن البيت الاول له احترامه وتقديره. وانتوا الاثنين ظلمتوا شخص سواء كان الزوج او النهايه. عايز تطلقي انت ادرى بحالك، مش عايز تطلقي انت ادرى بحالك. شوف الصح ايه والصواب ايه واللي يرضي ربنا ايه واعمليه. نرجع للحديث. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اوعى سوء الظن تماما. رقم اثنين، اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا. التحسس النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنه اذا كان على سبيل التهمه، اللي هو ان الواحد اصل في حاجه اسمها التحسس والتجسس. الاثنين موجودين في القران. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. والتجسس منهي عنه، قال الله عز وجل ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. التحسس غالبا في الأعم الأغلب بيكون إن أنا بسأل على حضرتك، حضرتك لا قدر الله ربنا ما يغيبك أبدا، غبتي فأنا جيت متصل بكريم ابن حضرتك، أخبار ماما إيه؟ ده اسمه تحسس. بتحسس أخبارك، بشوف أخبارك إيه على سبيل بس الخير. بس من باب من باب الخير. سبيل الخير طبعا. طب مال التجسس بقى؟ حد بيتصنت على حد، حد بيسمع حد، حد بيسجل مكالمة حد، بيلف ويدور من حتة تانية عشان يعرف الأخبار. عمال يتجسس. إلا إذا كان الجاسوسية من أجل حماية الأمن. الجاسوس هو يتجسس الوطن. من طبعا طبعا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جواسيس وعيون ترى ماذا يفعل العدو من أجل أن أؤمن وطني. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولكن الفرق دير طبعا. طيب نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية. فضلت الشيخ، وإحنا ودعنا شهر رمضان وأيام الخير والبركة والرزق ومساعدة الناس المحتاجين، ويعني فتح الأبواب المغلقة اللي ممكن تكون بتقفل في وش أي حد فينا، بالدعوة، بعمل الخير، بالسعي لإسعاد الغير، لحاجات كتير جدا. مداومة على ده تكون إزاي؟ شوفي حضرتك، أولا إذا كان رمضان انتهى فالعبادة لم تنتهي وربنا موجود. يعني بالضبط، يعني كل العبادات حضرتك اللي احنا أديناها في رمضان هي ما زالت موجودة. يعني الصيام ما زال مشروعا، القرآن ما زال بين أيدينا، الدعاء ما زال معنا، قيام الليل ما زال مشروعا، الصدقات ما زال مستمر. وربنا سبحانه وتعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أجمل شيء أقرب به لربنا الاستمرار في عمل الخير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما دعانا إلى فعل الخير دعانا لأربع مراحل من فعل الخير. المرحلة الأولى قال اعمل الخير، فكأنه بيدربني عليه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يبقى الأمر الأول الأمر بفعل الخيرات. بدأت أعمل الخير في رمضان وفي غير رمضان، استمر في رمضان وفي غير رمضان، داوم في رمضان وغير رمضان، كن ثابتا، لأنه ده مهم جدا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. دي نقطة مهمة جدا، لأنه ديننا دين لا يعرف التلون ولا التفلت ولا الزوغان. اوعى تكون مع ربنا رجل مناسبات، تعبد الله على فترات، اوعى تكون او في وقت الشدة. بالضبط، ده مخالف لشرع الله عز وجل. لكن ربنا في الشدائد هيكون معاك، ولما هتبقى مضطر وهتدعو هيكون معاك، لكن مش هي دي القاعدة. القاعدة انك تبقى عندك استمرارية، لانه احب الاعمال. لا، هي الفكرة انه انا بقول لحضرتك الكلام ده ليه؟ لانه في بعض الناس ما بتسجدش الا لما يبقى عندها كارثة ربنا حللها مشكلتها تنسى. مظبوط. نهى القرآن عن ذلك.
لأنه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أخبرنا حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين فلما أنجاهم إذا هم يبغون. فربنا نهى عن ذلك. يعني ما تتعاملش مع ربنا كتعامل الإنسان مع الإسعاف في الأزمة. انت اجري بسرعة. طب ماشي أهلا وسهلا، هو الملجأ إليك في الأزمات، ألا يكون لجوءك للأزمة في إلى الله في الأزمة وربنا حللك الأزمة وسيلة من وسائل التصالح مع الله طبعا، وسيلة من وسائل العودة إلى الله عز وجل. طب ما هو رمضان كان استدراج جميل، الاستدراج الجميل رمضان ولله المثل الأعلى، كان بيجيب رجلك في الصدقات. انت في رمضان كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالصدقات من الريح المرسلة، أجود الناس في رمضان وفي غير رمضان، لكن مع رمضان أجود وأجود. فاستمر على ده، استمر استمر لحد ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى، لأنه من علامات القبول الاستمرار. يعني ربنا قبل منك صدقاتك وإفطار الصائم وإطعام الطعام وختمتها بزكاة الفطر، استمر بقى. ما هو ده بقى اللي احنا بنقعد نسأل نفسنا، يا رب تقبل مننا، يا ترى ربنا تقبل مننا ولا لا اللي عملناه، وصالح الأعمال وقراءة القرآن الكريم والصدقة والزكاة وكل الكلام ده. العلامة هي الاستمرارية، من علامات القبول، مش العلامة الوحيدة، من علامات قبول الأعمال الاستمرار. بمعنى إذا قبل الله مني صيام وفقني للصيام بعد رمضان فأصوم 6 من شوال، قبل الله مني القيام بيجي بعد رمضان مش هاين عليا، تعدي عني الليلة وأنا ما صليتش ركعتين، مشتاق لقيام الليل فجأة مصلي له ركعتين، ده من علامات القبول. تصدقت كثيرا في رمضان، أطعمت الطعام وأفطرت الصائمين وعزمت العيلة وصدقات، وبعدين في ختمت بزكاة الفطر، مش هاين عليا. فعمال اتصل بجمعية البر والتقوى، انا عايز اعمل بير، انا عايز اعمل وصلة مية، انا عايز اساهم في بناء مسجد، انا عايز اساهم في المستشفى، انا عايز معاكم. ليه؟ لانه من علامات القبول الاستمرار في العمل. ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ده نقطة مهمة جدا احفظوها كده، ثواب الحسنة الحسنة بعدها، لانه الحسنات بتنادي بعضها. حديث جميل قوي عند اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله عبدا عسله، وفي رواية عسله. عارف حضرتك العسل الأبيض؟ كأني بحط عليه عسل أبيض. ربنا لما بيحلي، لما يحب بني آدم يحط عليه عسل أبيض عشان يحليه. قالوا يا رسول الله وما عسله وما عسله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الممات ثم يقبضه عليه، يوفقه لعمل حسن الخاتم. بالضبط يا فندم، وده معاني حسن الخاتم. فالمرحلة الأولى لفعل للخيرات الفعل، المرحلة الثانية نقولها ولا معاكي تقرير؟ معانا تقرير بس نقولها وناخد التقرير. طيب المرحلة الثانية المسابقة المسارعة بالخيرات. قال الله عز وجل أولئك يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يبقى المرحلة الثانية إنك تسارع، المرحلة الثالثة إنك تسابق. قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، وجمع الله بينهما في آية واحدة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. طب إيه الفرق بين المسارعة والمسابقة؟ المسارعة عند البداية، التأني في أول ما تجيلك فكرة أيوة الصدقة اجري. التأني في كل شيء خير إلا في عمل الخير، دي من المأثورات. تأنى في كل حاجة إلا في عمل الخير، لأن أنا مش عارف هيحصل إيه. صحيح. التأني في كل شيء خير إلا في عمل الخير، المرحلة الرابعة نقولها بعد التقرير. طيب ناخد التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. طبعا المزرعة من المشاريع والأعمال العظيمة اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى، بدأوا من فترة طويلة جدا ومستمرين، ومزيد من الحاجات المختلفة اللي بيقوموا بيها. من الحاجات اللي بيحبها ربنا قوي، حبها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليها الإسلام، الزرع. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ومن حب سيدنا النبي في الزرع مثل المؤمن بالنخلة، مثل المؤمن كمثل النخلة لا يسقط ورقها وكل ما فيها شيء نافع، فشيء عظيم جدا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. كأنه الإسلام بيقول لنا إن الزرع والغرس والمزارع بيحبها الإسلام لأنه عمل متكامل. وأنا روحت مزرعة البر والتقوى شيء مشرف، أولا حاجة كبيرة جدا جميلة قوي، هي في حدود بني سويف، رائعة جدا متكاملة، فيها مزروعات كثيرة، فيها أماكن للأسماك عشان يستغل
يحل يجمل الميه للساقي وفي نفس الوقت بيستغل الميه علشان الاحواض عشان يعمل فيها مزارع سمك، وصل توصيله ميه كبيره جدا جدا، فما شاء الله شيء مشرف، عمل متكامل، ناس شغاله، بيوت مفتوحه، المزارع فيها احياء للارض بعد موتها، كمان المنتجات كلها يا اما يروح منها للفقراء لحد بيوتهم او يباع الزياده وتمنها يترد على الناس الفقراء والمساكين اسيادنا او لاصلاحها، فشيء عمل عظيم جدا وعمل مشرف قوي وعمل كبير وما شاء الله متابع بنظام وبدقه صحيح. وباداره واستثمار رائع جدا. فكره استثمار الصدقه مش مجرد اخد الحاجه واديها وخلاص، لا، احنا الجمعيه بتعمل استثمار تنميتها واداره وتبعيتها. اتعلمنا ده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وما تصدق احد بعدل تمره من كسب طيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لاحدكم. يبقى اذا ربنا ما خدش الصدقه وخلاص، لا، ده خد الصدقه وبيستثمرها لي، وخد الصدقه وبينميها لي، وخد الصدقه وبيكبرها فتنمو وتكبر التمره. يبقى وزنها لما تكون من كسب طيب وباخلاص لله رب العالمين، التمره يعني الجنيه تبقى قد جبل احد في ميزان كل واحد فينا. الموازين يوم القيامه يا جماعه لو اتحط فيها السماوات والارض تسعهم، وهو مش ميزان واحد، ده موازين موازين. فاما من ثقلت موازينه، فمن ثقلت موازينه ونضع الموازين، ما قالش ابدا الميزان الا على سبيل الحق والعدل. انما الموازين اللي هتوزن اعمالنا فيها موازين كتيره، موازين للصدقه وموازين للصلاه وموازين للعامل وموازين للثواب وموازين للعمل نفسه، موازين كتيره جدا جدا. فمن ضمن الاشياء اللي هتثقل قوي وتثقل موازينك مع حسن الخلق وتقوى الله الصدقات. التمره الواحده يبقى وزنها في الميزان قد جبل احد. هو من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا انه ما حددلناش حاجه معينه عشان يعني ننول متعه العطاء، ولكن كل بني ادم حسب مقدرته. يعني لما بنشوف مثلا المزرعه وبنشوف الكم الفظيع ده وقد ايه هي وصلت لمرحله كبيره جدا، او بنشوف المستشفى بتاعه البر والتقوى قد ايه هي بقت النهارده كيان موجود. هو الموضوع مش موضوع انه حد يدفع مبلغ كبير قوي عشان يقدر ياخد ثواب الصدقه، ولكن بشيء قليل جدا. ممكن تكون المزرعه دي قامت بالقليل في القليل في القليل في القليل في الاكثر بالظبط. ما هو بص حضرتك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فاتقوا النار ولو بشق تمره تخرجونها في سبيل الله. اتق النار، ابعد عن النار، ابعد عن غضب ربنا سبحانه وتعالى، اطفئ غضب ربنا باي صدقه مهما كانت قليله. القضيه مش في كثره الصدقه، القضيه في قلب المتصدق. صحيح، دي القضيه. القضيه انت مش فين، انت بتعمل ده ليه بالظبط، ونيتك ايه. ممكن واحد يبقى ليس بينه وبين الكعبه الا متر، وواحد بينه وبين الكعبه الاف الاميال وهو اقرب الى الله. سبحانك يا رب، محدش عالم، كل بني ادم محايم ربنا يا فندم. فممكن صدقه قليله من قلب مخلص وطيب اعظم من صدقه كبيره. فالمهم قلبك فين، المهم تعهد لي قلبك قبل ما تعمل. دي نقطه مهمه، اشتغل على ده وما تحتقرش من المعروف شيئا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. اوعى تحتقر صدقه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند الامام مسلم، لا تحقرن جاره جارتها ولو فرس نشا. يعني عارفه حضرتك، لو عارفه رجل الشاه، رجل الشاه، ظفر الشاه، واحده جاره بتدي لجارتها صدقه قليله جدا وصغيره جدا، اوعى تحتقريها، شكرا جزيلا. فكذلك الانسان لو تصدق بصدقه مهما كانت قليله اوعى يحتقرها، وربما يكون فيها النجاه. صحيح، عشان كده بنقول انه اللي يقدر يعمل حاجه يعملها، ما تنتظرش وما تستناش. جات لك الفكره وحسيت ان انت قلبك بيقول لك انك عايز تطلع صدقه حتى لو كانت بسيطه جدا، البسيط بالنسبه لك هيبقى عند غيرك كتير جدا، ربما يكون فيها النجاه لغيرك وليك كمان. نورتني يا فضيله الشيخ، بشوف حضرتك واشوفك على خير. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم.